السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي أحياء للصف الأول متوسط. عندي الدرس الأول من الفصل السابع، الوراثة وصحة الإنسان. ما الأمراض الوراثية؟ طبعا هذا تعريف الأمراض الوراثية، وهي تلك الأمراض التي تنتقل من جيل إلى آخر أو من الآباء إلى الأبناء بسبب وجود جينات حاملة لصفة ظهور هذا المرض. هذه الأمراض تختلف الأمراض الوراثية عن بقية الأمراض التي تصيب الإنسان بأنها أولا يكون مسببا هذه الأمراض وراثيا، أما بقية الأمراض فقد تكون مسبباتها متنوعة مثل الجراثيم أو الإصابات الخارجية كالسقوط من مكان مرتفع أو خلل وظيفي يصيب عضوا ما من أعضاء الجسم. اثنين، تكون إمكانية الشفاء من الأمراض الوراثية ضئيلة لكون الجسم لا يكون مناعة ضدها، والمناعة تعريفها هي قدرة الجسم على مقاومة مسببات الأمراض نتيجة لتكوينه أجساما تسمى الأجسام المضادة. ما أبرز تطبيقات علم الوراثة في مجال الصحة؟ منها نقول تطورت تقنيات لحد علاجها. يلا هسه ننتقل إلى صفحة 68. ما هي من أهم الأمراض، يلا عيني، من أهم الأمراض الوراثية أمراض السرطان ومرض نزف الدم الوراثي. تعريفه، وهو يقصد به عدم توقف النزف في حالة الإصابة بالجروح بسبب وجود خلل في تركيب مكونات الدم. مرض داء السكري الذي يحدث نتيجة خلل في عمل غدة البنكرياس التي تفرز هرمون الإنسولين، ويعمل هذا الهرمون على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويعد من هذا المرض من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان لكونه يؤثر على عمل جميع أجهزة الجسم، وقد يؤدي إلى الإصابة بالعمى أو السكتة الدماغية. يقول لك مرض داء السكر شلون يحدث؟ الهرمون شلون يساعد هرمون الإنسولين تنظيم مستوى السكر في الدم، وهو من أخطر الأمراض. توجد أمراض وراثية أخرى تصيب الإنسان مثل فقر الدم المنجلي. تعريفه، هو أكثر أمراض الدم شيوعا ويحدث نتيجة خلل وراثي يؤدي إلى تشوه كريات الدم الحمر فيتغير شكلها من الكروي إلى المنجلي، فتكون هذه الكريات كتلة تعيق سريان الدم في الأوعية الدموية وبالتالي انسدادها. قارن بين مرض السرطان ومرض الإنفلونزا، أسوي مقارنة بيناتن. أقول له مرض السرطان هو مرض مرض وراثي، أما الإنفلونزا فيروسي. تمام، نجي على صفحة 69. ما التطبيقات التي الوراثية في حماية صحة الإنسان؟ توجد تطبيقات مهمة لعمل الوراثة في المجال الصحي والطبي. استطاع الباحثون التوصل إلى العديد من التقنيات التي تسهم في الحفاظ على صحة الإنسان وعلاجه أو وقايته من الأمراض اعتمادا على أسس علم الوراثة ومفاهيمه. ومن هذه التقنيات اللقاحات التي تعطي للأطفال في سن مبكرة لوقايتهم من الإصابة بأمراض معينة مثل شلل الأطفال والحصبة. تعمل اللقاحات، تعريف اللقاحات، هي زيادة مناعة الجسم ضد هذه الأمراض ومنع مسبباتها الفيروسات من التكاثر داخل الجسم من خلال تضعيف مادتها الوراثية. كان لاكتشاف اللقاحات الأثر الكبير في القضاء على العديد من الأمراض في مناطق عديدة من العالم نهائياً، وعمل الباحثون باستمرار على اكتشاف أدوية لعلاج الأمراض من مختلف مسبباتها، ومن هذه الأدوية المضادات الحيوية. هذه المضادات الحيوية تعريفها أو شنو عملها؟ هذه أدنى تستعمل لعلاج الأمراض البكتيرية، تعمل على إيقاف تضاعف البكتيريا وتكاثرها داخل الجسم عن طريق أضعاف مادتها الوراثية. وكان مضاد البنسلين أول مضاد حيوي يتم اكتشافه من قبل العالم الإنجليزي ألكسندر في الميونخ في العام 1928. هذا يقول لك السؤال قارن بين اللقاح والمضاد الحيوي. هذا اللقاح، هذا التعريف، وهذا المضاد الحيوي.